في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا أيضا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 412 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 17 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سلاح، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 235 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة المتنوعة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 55 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 883 قطعة سلاح ناري، أبرزها 137 بندقية و85 بندقية آلية و42 مسدسا و618 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وعدد 95 خزينة، إضافة ل 1582 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455,250 حكما قضائيا بإجمالي 38,385 متهما، من بينها 1,811 حكم جناية، 170,597 حكم حبس، 216,830 حكم غرامة، 64,212 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلا عصابيا ضموا 46 متهما قاموا بارتكاب 77 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 63 حادث متنوع ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 92 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1470 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1598 متهما وبحوزتهم أكثر من 277 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 266 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 43.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 44,276 قرص مخدر متنوع. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 33 مليون جنيه تقريباً.